مقدار الضغط الواقع على السطح. الحل: أولاً نستخرج المعطيات. الوزن يساوي 6000 نيوتن. المساحة 3 متر مربع. الضغط مجهول. نستخدم القانون. بما أن الضغط يساوي الوزن على المساحة، إذن بالتعويض الضغط يساوي 6000 على 3. بإجراء عملية الاختصار نحصل على أن الضغط يساوي 2000 نيوتن لكل متر مربع. أعزائي الطلبة، ليس بالضرورة أن يطلب منكم الضغط فقط مع وجود القوة والمساحة، فقد تطلب منك المساحة مع وجود الضغط والقوة. إضافة إلى ذلك، قد تطلب منك القوة أو الوزن ولديك الضغط والمساحة. لذلك نستعد إلى هذه المتغيرات كما سنلاحظ في التمرين التالي. وضع صندوق على سطح مساحته 2 من 10 متر مربع، فنتج ضغط مقداره 2000 نيوتن لكل متر مربع. فما وزن الصندوق؟ الحل: نستخرج أولاً المعطيات. المساحة سين تساوي 2 من 10 متر تربيع. الضغط ضا يساوي 2000 نيوتن لكل متر تربيع. الوزن مجهول. الحل: بما أن ضاد يساوي قاف على سين، بضرب الطرفين في الوسطين نحصل على قاف القوة أو الوزن تساوي ضاد في سين. إذن قاف الوزن أو القوة تساوي ضاد في سين. بالتعويض بقيمة الضغط والمساحة إذن قاف تساوي 2000 في 2 من 10 ويساوي 400. إذن الوزن يساوي 400 نيوتن. رجل وزنه 120 ثقل كيلو جرام يقف على مساحة مقدارها 2 من 10 متر مربع، فما مقدار الضغط؟ الحل: هنا في البداية يلزمنا استخراج المعطيات وهي كالتالي:
الوزن أو القوة تساوي 120 ثقل كيلو جرام. المساحة 2/10 متر مربع. الضغط مجهول، أي هو المطلوب. نستخدم القانون بما أن الضغط يساوي القوة على المساحة، إذن بالتعويض بالقيم نجد أن الضغط يساوي 120 على 2/10. للتخلص من العلامة العشرية نضرب البسط والمقام في 10. مية وعشرين في 10 على 2/10 في 10 فيساوي 1200 على 2 لنحصل على 600. إذن الضغط يساوي 600 ثقل كيلو جرام لكل متر مربع. طفل وزنه 25 ثقل كيلو جرام يقف بقدم واحدة، فما مساحة القدم إذا كان الضغط الناتج 200 ثقل كيلو جرام لكل متر مربع؟ ثم احسب الضغط الناتج إذا وقف الطفل بكلا قدميه. الحل: أولا نستخرج المعطيات، الوزن أو القوة يساوي 25 ثقل كيلو جرام، مساحة القدم مجهولة، الضغط الناتج عن استخدام قدم يساوي 200 ثقل كيلو جرام لكل متر مربع. الضغط الناتج عن استخدام القدمين مجهول. بما أن الضغط يساوي القوة على المساحة، إذن مساحة القدم الواحدة تساوي القوة على الضغط. إذن مساحة القدم تساوي 25 على 200 ويساوي 1/8. إذن مساحة القدم تساوي 125 من 1000 متر مربع. ولحساب الضغط الناتج عن استخدام القدمين لابد من معرفة مساحة القدمين. إذا مساحة القدمين تساوي 125 من 1000 في 2 نحصل على 25 من 100 متر مربع. إذن الضغط الناتج عن استخدام قدمي الطفل يساوي وزن الطفل على مساحة القدمين.
إذن الضغط يساوي 25 ثقل كيلو جرام على 25 من 100 متر مربع، ويساوي 100 ثقل جرام لكل متر مربع. وفي هذه الحالة تم التخلص من العلامة العشرية بالضرب في البسط والمقام في 100. أعزائي الطلبة، بعد أن تعرفنا على طريقة وأساليب حل المسائل، ننتقل إلى الفقرة الميدانية التالية. علل لما يأتي. إطارات سيارة النقل الكبيرة عريضة. كي يتحمل الضغط الناتج. خف الجمل عريض. حتى لا يغوص خف الجمل في الرماء. يسهل دخول الطرف المدبب من المسمار في الخشب. لأن الطرف المدبب يجعل تأثير الضغط كبير. يصعب دخول الطرف العريض من المسمار في الخشب. لأن بزيادة المساحة يقل الضغط. أعزائي الطلبة، أما الآن فنبقى مع خلاصة لأهم ما ورد في هذه الحلقة. هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات من السطح الذي تؤثر عليه. الضغط يساوي القوة على المساحة. إذن وحدة الضغط هي وحدة القوة على وحدة المساحة. إذن وحدة الضغط هي نيوتن على متر تربيع. يزداد مقدار الضغط كلما واحد قلت المساحة التي تؤثر عليها القوة الضاغطة، اثنان زاد مقدار القوة الضاغطة. الضغط على سطح جسم يتوقف على واحد مقدار القوة المؤثرة عموديا على السطح، اثنان مساحة السطح الذي تؤثر فيه القوة. عند استخدام وحدة للوزن أو القوة بالنيوتن فإن المساحة تكون بوحدة المتر مربع. أعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.